نهارك من الاثنين للاربعاء من 9:30 النهار مع ريم بن شعلية. 11:19 دقيقة. سي لسعد الدريدي عن الإدارة العامة للشؤون الطالبية حاضر بحضنا كما كل نهار أربعة. نجيو على التوجيه الجامعي وننصحوا وليداتنا شنو يعملوا، كيفاش يعملوا، كيفاش يحسبوا، كيفاش ياخذوا الأرقام اللي متاحت لهم بعين الاعتبار. نقولوا نحن كالتكتيك هذاك، نتكتكوا باش ناخذوا شعبة باهية وتناسبنا. سي لسعد الدريدي مرحبا. شكرا أخت ريم، مرحبا بيك وبالجميع المستمعين وبالناجحين في البكالوريا خاصة كالعادة، هما توا عندهم المرحلة هذه أو كملوا خلطوا على توا المراقبة، دورة المراقبة. مبروك ليهم بطبيعة الحال، اللي نجحوا الكل يعطيهم الصحة على المجهود. إن شاء الله بإذن الله غدوة باش تنطلق الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي، باش تنطلق بمدينة العلوم بتونس أيام 18 و19 و20 جويلية. وحبيت اليوم نعطيهم فكرة على المجالات اللي باش يلقاو فيها المحاضرات اللي باش نقدموها لهم، باش ياخذوا فيها أكثر معناتها تعمق، وباش ياخذوا فيها معناتها فكرة عامة على آفاقها العلمية والأكاديمية والمهنية، باش ينجم على الأقل وقت اللي حدد الاختيارات نتاعو بعد كي باش يجي عمر اختياراته يكون على قناعة ويعرف الاختصاص اللي هو طالبه. دونك ان شاء الله بدايه من نهار 18 غدوه، فما من البدايه فما محاضرتين، واحده تخص الشهادات الوطنيه في التعليم العالي باش كل ناجح في البكالوريا يعرف شنو يستنى فيه، شنو هي الشهاده اللي مش يبداها، شهاده اجازه، شهاده هندسيه، شهاده معناتها فما حتى في المراحل المتقدمه بعد في الماجستير والدكتوره. ثم عندنا محاضره اخرى مش يقدمها معناتها سيد مستشار في التوجيه المدرسي والجامعي حول التوجيه، معناتها الجانب التقني في التوجيه، كيفاش نعمر، كيفاش نقيم حظوظي باش نتحصل على شعبه، شنو نحط شنو ما نحطش، كيفاش نجمع المعلومات الى اخره. دونك هذا كل نجم يستفاد منهم باش ينجم يقوم بالعمليه نتاعو وينجح فيها. ثم ندخلوا في بعض المجالات اللي هي مهمه الحقيقه وحبينا نفيدوا بها الناجحين في البكالوريا باش يعرفوا شويه تفاصيل عليها. المجال الاول هو الذكاء الاصطناعي، بيت الحال هو توندونس وتوا خاصه مطلوب. في مطلوب جدا وقاعد ينتشر ياسر حتى على المستوى العالمي. دونك باش يعرفوا شنو هو الذكاء الاصطناعي، شنو نجموا نعملوا به، شنو هو النجم، وين نكملوا نجموا نقراوا به. كذلك مجال الاعلاميه، السنة الفارطة زادا جانا طلب كبير على الاختصاصات تاع الإعلامية في نفس السياق، معناتها خاطر تلامذتنا بطبيعة الحال يحب يستثمر طاقاته في دراسة الإعلامية لأنه فيها آفاق كبيرة. عندنا كذلك حبينا بطبيعة الحال احنا حددنا محاضرات حاولنا نغطيو جميع أنواع البكالوريا. كذلك عندنا العلوم القانونية اللي هي تهم ياسر خاصة أبنائنا الناجحين اللي عندهم بكالوريا آداب وحتى البكالوريات العلمية، على خاطر فما برشا اللي يحبوا يقراوا دراسات قانونية. ثم عندنا العلوم الاقتصادية اللي هي بطبيعة الحال تهم بكالوريا اقتصاد وتصرف، حبينا نعطيهم فكرة، هما أغلبيتهم يتجهوا للتصرف في الدراسة، أما كذلك العلوم الاقتصادية مجال واسع جدا وكبير برشا وفيه آفاق. عندنا كذلك الطاقات المتجددة اللي هو يعني اختصاص ومجال مهم جدا في تونس وحتى على المستوى العالمي زاد كيف كيف، خاصه في ظل الازمات نتاع المياه ونتاع نقص المياه وغيره. دونك هذه مجال ينجم يكون فيه افاق كبيره. كذلك عندنا ان شاء الله بدايه من نهار 19 جويلية عندنا التعليم العالي الفلاحي، هذا يخص الناجحين اللي خاصة مش يقرأوا المراحل التحضيرية بيولوجيا جيولوجيا اللي هي فيها اختصاصات فلاحية كبيرة وتهم زيادة الاقتصاد الوطني في تونس. ثم مجال علوم وتقنية الصحة اللي هو عليه طلب كبير وفيه عدة اختصاصات نحب نوضحوه ونوضحوا آفاقه بالضبط وشنو هو الفروق بين الاختصاصات وين ينجم يوصل الطالب اللي باش يدرس في علوم الصحة. كذلك مجال الدراسات التحضيرية والتكوين الهندسي، هذا زاد نسبة كبيرة من الناجحين يتوجهوا له، اللي يحب يعمل دبلوم تاع انجينيورا في اختصاص معين. دونك نعطيه فكرة، فما المراحل التحضيرية العلمية، فما المراحل التحضيرية المندمجة، باش يعرفوا شنو هو الفرق بين هذه وبين هذه، وهذه وين توصل وهذه وين توصل، يعني على الأقل يكون عنده فكرة واضحة، خاطر بصفة عامة كي باش يعمر مراحل تحضيرية يبدأ عنده شوية تردد وشوية تساؤلات على الفرق بين هذه وهذه وهذه كيفاش وهذه كيفاش. في اليوم الثالث إن شاء الله نهار 20 باش يكون عندنا مجالات علم النفس اللي هو زاد مهم جدا جدا خاصة توا، يعني فما طلب كبير قاعد يتساعد على علم النفس صحيح، هو يدخل ديما في مجال التنمية البشرية بشكل عام، خاطر الاهتمام بعلم النفس ولات الناس مهتمة به حتى في العلاقات الخاصة والعائلية صحيح. يفيد جدا جدا جدا. عندنا كذلك علوم التصرف كما كنت نحكي قبيلة اللي هو عليه إقبال كبير من اختصاص الاقتصاد والتصرف، بكالوريا اقتصاد والتصرف. هندسة الأساليب
يعني الحقيقة القائمين على الاختصاص هندسة الأساليب بيقولوا أنه فيه آفاق كبيرة، وهو معناتها مهم جدا كمجال، ويدخل في الصناعة ويدخل في برشا مجالات أخرى. كذلك عنا المراحل التحضيرية للدراسات الأدبية، نرجع لأبناء البكالوريا أداب، كذلك هذا اختصاص مهم جدا بالنسبة لهم، وخاصة يتوجهوا له النخبة تقريبا متاع الإجازة في البكالوريا أداب، خاطر فيه بعض يعملوا شهادة التبريز في اللغات وحتى في الاختصاصات العلمية، ويقع ديما مطلوبة اللغات كان تونس أو خارج تونس، مطلوبة صحيح بطبيعة الحال، ينجموا وفيها حتى مجالات أخرى بعد يتعرفوا المترشحين حتى على المجالات ما بعد التخرج، خاطر اللغات بطبيعة الحال فيها مجال الترجمة مجال كبير جدا، مجال معناتها الاستثمار الرقمي يستحق ياسر حتى للغات، حتى الذكاء الاصطناعي توا الناس كلها معناتها تستحق للغات وتستحق صحيح. دونك كل شيء عنده ديما تفرعات على مجالات اخرى، وينجم يمثل فرص الاستثمار والافاق. لكن انت مقبلك قطعتيني فينا معناها في محاضرات اللي الحقيقه نسمع فيهم مقبله كلهم عليهم طلب في سوق الشغل توا، صحيح بطبيعه الحال معناها مثل الذكاء الاصطناعي مشيت بينا للاقتصاد الاعلاميه حتى في الاداب، حتى في الاداب القانون بصفه عامه الدراسات القانونيه عندها ديما افاق واعده ومعروفه بطبيعه الحال. فقط نكمل كذلك علم الاجتماع وأهمية علم الاجتماع بشكل عام، دراسات اجتماعية والاقتصادية والكل يشرفوا عليها متخصصين في علم الاجتماع، ودورهم مهم جدا حتى في العلوم الاقتصادية بشكل عام. دونك هذه تقريبا معناتها حاولنا نحن نغطي أحسن ما ينجم وأكثر حاجات اللي عليها إقبال وطلب وتساؤلات جاتنا. أمانة بهت اللي علم النفس وعلم الاجتماع عليهم عليهم طلب. خطر علم النفس لا هما زوز حاجات ياسر مهمة مهمين جدا وأنا نقول صح عليه اللي يمشي ويقراها. عندنا الحقيقه زملاء في التعليم العالي اللي هم اخصائيين نفسانيين، دونك قارين علم النفس ودورهم جد جد مهم جدا. نحكي هكا على خاطر اللي نسمع فيه في صغارنا الكلهم نتبعوا توحنا الخارج شنو طالبوا، صحيح الكلهم طالبين اعلام، تلقى باكا فو طالبين اعلاميه اعلام. كي نسمع وانه فما طلب فما على علم النفس على علم الاجتماع، الحقيقه احنا بيدنا نقعدوا ساعات نقولوا هاو واحد باك سيونس ولا باك مات يحب يعمل قانون الحقيقه علش لكن كي تسمعهم ساعات يقول لك لي راني نحب اختصاص مثلا معناتها كل ما هو مجال جنائي، انا كسيونتيفيك نجم يكون عندي ننجح فيه وينجم يكون كل ما هو تفكيري عقليتي تشخيصي دونك بالتالي وينجحوا الحقيقه معناتها يحققوا في برشا حاجات باهيه ونتائج باهيه. دونك هما نفسهم فما واحد اللي ما عندوش التفكير التقليدي، انا قريت اداب مثلا ولا قريت رياضيات باش نعمل نفس اختصاصي ونخدم في نفس اختصاصي، لا بالعكس هو منفتح اكثر ولا يعرف هو ديجا فكره اللي ياخذها من الخارج ولا من الانترنت ولا من وسائل التواصل الاجتماعي تحلوا معناتها حتى افاق اخرى، معناتها يجيب لك فكره ما شاء الله معناتها الحقيقه. وهذيك علاش انا سي لسعد ختام حديث وراي شخصي همني كنان انا ما عنديش شعبه من هكا ما نمنش ما نقولش هذي عليها هذي فيها خدمه هذي فيهاش خدمه، راهو كل هذي باش تجيب لي خدمه وهذي باش نقعد بطال، راهو انت وعقليتك كان عقليتك النجاح والبني نبني نطلع نتقدم ننجح الافكار وتلقى كل شيء توا خاصه المجال الرقمي والاعلاميه توا فما عليها اقبال كبير، لكن حتى اللي ماهوش اختصاص اعلاميه راهو باختصاصه الخاص نجم يدخل في مجال رقمي نهار اخر ويفتح له افاق كبيره وينجح. فقط مدام اخت ريم عندي ملاحظه صغيره ان شاء الله نذكرهم زاد اللي غدوه بدايه من نهار 18 باش يتحصلوا على الترتيب نتاعهم، يدخلوا على موقع التوجيه orientation.tn يعرفوا ترتيبهم في مستوى الوطني في كل نوع نتاع بكالوريا، هذا باش يعاونوا زاد الاختيار وباش يطلع على الصيغه الاجماليه نتاعو باش يعرف روحه اذا كان يحب يثبت يحسب الفورمول جلوبال يحب يحسب يثبت صحيحه مش صحيحه الى اخره، وان شاء الله طاقه الاستيعاب مش تهبط في دليل خاص بالدوله بالدوره الرئيسيه نهار 19 نهار الجمعه باش يلقاها زاد باش تعطيه معلومه اخرى في الاختيارات نتاعو وين بالضبط فما مثلا طاقه استيعاب مناسبه يراها وينجم. ملاحظه اخيره سامحني حبيت فقط ناكد كونه راه فما معلومات جاتنا كونه راهي ثم مترشحين يحسبوا في السكور نتاعهم بديزابليكاسيون ولا مواقع راهي ليش تابعه وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. هي مصحيحه ولا لا؟ تو خاطر احنا ما نضمنهاش ما نضمنهاش، هذاك علاش انا حبيت نذكر نحسبوا بهم حتى المعدل هذاك علاش حبيت نوضح كونه مادام ماهيش من وزاره التعليم العالي معناتها رسميه ومعتمده من وزاره التعليم العالي فراهو بالنسبه لينا نخاف كونه يحسبوا له بطريقه مش صحيحه ويلقى روحه بعد يعمل في توجيه مش مبني على معلومات دقيقه وصحيحه. انا نحذرهم وننبههم انه احنا ما عندنا حتى تطبيق او حتى موقع يحسب السكور.
شكرا لك سي لسعد الدريدي، يعطيك صحة بنجاح لوليداتنا الكل، مكملين معاكم حتى نص نهار، هذا نهارك زين.